بعد أيام من صدور حكم قضائي من طرف المحكمة التجارية يقضي بمراجعة فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المكتب التجاري التابع للشيخ رضا وإلزام الدائنين بالتصريح بديونهم، محامو الدائنين يدعون الجهات الرسمية إلى مواصلة الإجراءات حتى يحصل الدائنون على حقوقهم بعد أن تعرضوا لعملية وصفوها بالاحتيال على مرأى ومسمع من المجتمع والدولة. واستعملت أموالهم بغير رضا منهم وتم التحايل عليهم بطرق شتى. نأمل الآن أنه عندما تصرفت المحكمة التجارية في هذه الدعوة، ونحن متأكدين أن هذه الإجراءات كفيلة بأن توصل لأصحاب الحق حقوقهم، أن تترك وأن تتابع هذه الإجراءات من أجل أن يحصل الدائنين على حقوقهم. وهذه إرادة من الدولة، إذا كانت هناك إرادة حقيقية من الدولة بأن يحصل أصحاب الحقوق على أصحاب هذه الضحايا على حقوقهم، فإنهم سوف يحصلون على حقوقهم من خلال هذه الدعوة. الدائنون من جهتهم رفضوا الحكم الأخير الصادر عن المحكمة التجارية وطالبوا بالسماح لهم بدخول قاعة المحكمة وعدم التأثير على الأحكام القضائية. خالقة 29 داين قطوا قاسوا ذاك المحامي وعدلوا له توكيل وقاسوا بين المحكمة التجارية، ونحن بريئين من المحكمة التجارية. نحن ما ندور الشيخ الرضا يطلع علينا ويقول عنه ما عنده ما هناكتين، خصوصا ان الناس المديون على اللجنة ذاك الخلق يتعايط منها، وحتى المكتب قاعد تسجيل ما فات الى ضرك خلق، ما الناس تقيس وما فات جبرته. ومع ذا كامل نحن بعد طعنا في الحكم وقلنا عنه ما اخبارنا شي من المحكمة التجارية طاعنين فيها، لان نحن ما تعاملنا مع الشيخ الرضا كتاجر، احنا ما عنده راسية تجارية تعاملنا معاه بيها، ونحن ما عنده كاشة تعاملنا معاه بيها، ولا جايناه مكتب سمعته من هون ضركة طالبين من الحكومة تسلط الهال وما خالق مولانا الضعفاء. وتعود قضية دائن الشيخ الرضا إلى عدة سنوات إبان حكم النظام السابق، ونظم الدائنون وقفات احتجاجية ومؤتمرات صحفية تدعو الجهات الرسمية للتدخل لتصبح لاحقا قضية رأي عام قبل أن تعرض على القضاء الذي أصدر فيها حكما يقضي بفتح مسطرة قضائية في حق مكتب الشيخ رضا التجاري.